أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الرياضي خط التماس. بعد القرار الذي اتخذته إسرائيل باقتطاع جزء من العائدات التي تجمعها بالنيابة عن الفلسطينيين والذي تسبب بوقوع أزمة مالية تزيد من الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، في حين أن الخيارات المتاحة للخروج من الأزمة محدودة جدا، أزمة طالت العديد من القطاعات منها الرياضة. فقد حذر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من تداعيات تلك الأزمة، وصرح جبريل رجوب رئيس الاتحاد عن إمكانية إيقاف الدور الفلسطيني، وتعتمد الفرق على مساعدات تقدمها السلطة الفلسطينية تصل إلى 80,000 دولار سنويا. فهل سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين ستنعكس أيضا على القطاع الرياضي؟ حول هذا الموضوع أرحب طبعا من مدينة القدس، ينضم إلينا عبر خدمة أسكايب الصحفي أوري ليفي، أهلا ومرحبا بك. وبالإضافة إلى ذلك ينضم إلي عبر الخط الهاتفي مدير إدارة الإدارة في الاتحاد الإعلام في الاتحاد الفلسطيني السيد عمر الجعفري، أهلا ومرحبا بك. بداية أبدأ معك، هل فعلا نحن في صدد إيقاف الدوري بسبب الأزمة المالية؟ يعني مساء الخير لك وللسادة المشاهدين أو المستمعين. حقيقة أن هناك تهديد حقيقي وتهديد جدي بوقف الدوري الفلسطيني. هذا الوقف أو هذا التوقف سيزول بزوال الأسباب. السبب كما تحدثت هو سبب مالي نتيجة لعجز السلطة الوطنية الفلسطينية عن الإيفاء بتعهداتها اتجاه ما تقدمه للأندية الفلسطينية. ماذا تقدم السلطة الفلسطينية؟ يعني عندما نتحدث عن مدخولات الفرق الفلسطينية، كانت هذه المدخولات لربما أيضا من الجمهور، وهناك أيضا قصد لربما أيضا مدخولات دعائية. ما هو رصيد السلطة الفلسطينية للفرق الفلسطينية؟ يعني كما تحدثت ثلاث مصادر للتمويل للأندية، هو تمويل عفوي وذاتي ما يقدمه الجمهور للأندية. العامل الثاني أو البند الثاني هو ما يقدم من رعاية للأندية الفلسطينية، والعامل الأساس والمهم وهو العمود الفقري لميزانية الأندية الفلسطينية ما تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية. هسا إذا إحنا تحدثنا عن الثلاث مصادر، يعني في مصدرين مهمين اللي هم ما تقدمه السلطة الوطنية الفلسطينية بالإضافة إلى ما يقدم من رعاية. هذول العاملين توقفوا هذا العام. ليش توقفوا؟ على اعتبار أن السلطات الإسرائيلية حجزت أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وأنت تعرف الضائقة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية. بالإضافة إلى ذلك أيضا فضل. نعم سيد عمر، يعني سأعود طبعا لمواصلة الحديث معك ليتحول إلى الصحفي أوري ليفي. أنت تتابع أيضا ما يحدث من مجريات في الدوري الفلسطيني. بالمقابل عندما نستمع إلى مثل هذه التحديات التي تواجه الرياضة الفلسطينية، في المقابل في على أرض الواقع هناك إنجازات، مشاركات لفرق فلسطينية إن كانت في الخارج، المنتخب الفلسطيني الذي قدم أداء رائعا في بطولة آسيا الأخيرة والآن يشارك أيضا في كأس غرب آسيا. يعني كيف ممكن فصل الرياضة عن السياسة وتطوير الكرة الفلسطينية في ظل هذا الواقع؟ يا أخي آدم وأخي عمر كمان ولكل المشاهدين في البيت، شوف في الأشهر السنوات الأخيرة بدون شك الكرة الفلسطينية لم يصل إلى هذا المكان، مكان منيح من شان حتى على الفيفا في 2008، حتى الآن تطور كبير بدون الجهود الجبري للجوب من 0 إلى 50. بس الآن بعد السنوات اللي دخلوا سبونسورات والتنظيم تطور كمان حتى أي مستوى أساسي منيح، يعني الآن لازمنا أشوف كيف نتطور الكرة الفلسطينية في شكل احترافي. أكثر سبونسورات، أكثر تنظيم وكل هذا، وفي هذا الشكل الكرة الفلسطينية هنا مستقبل. نعم. سيد عمر، يعني عندما تمر مثل هذه الأزمات الخانقة وأيضا ارتباط في بعض الأحيان الأمور السياسية أزمات مالية، لماذا لا تتوجهون على سبيل المثال للمحافل الدولية من أجل حل الأزمة؟ ورقة الرياضية ورقة رابحة، علما أن إنفنتونيو دائما ما يطالب بفصل هذا الملف عن ملف الرياضة وأيضا تطوير الكرة وكل الملفات الرياضية. وهناك فرصة، يعني اليوم أنتم تواجهون مثل هذه السياسات الممارسات، ومؤخرا أيضا تم إلغاء أو تعطيل المباراة
المباراة النهائية لكأس فلسطين بسبب كل هذه الممارسات وأيضا الوضعية الأمنية؟ يعني بالبداية يعني أرحب بأوري ويعني صديقنا وصديق الجميع، هذا بالبداية. القضية الثانية، أنت تعرف أن هناك خلية في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مهمتها ومن مسؤولياتها متابعة هذه القضايا مع الفيفا ومع الاتحاد الآسيوي باعتبارنا نحن منضمين إلى الاتحاد الآسيوي. لكن للأسف يعني أنا أقول بمرارة أن السلطات الإسرائيلية لا تتعامل بمنطق رياضي في هذا الموضوع، والدليل على ذلك يعني أنت ضربت مثل على ذلك، يعني نحن تقدمنا مرتين من أجل وصول خدمات رفح إلى هنا، لكن في المرتين يعني كانت النتائج سلبية، وبالتالي حتى الآن مسألة نهاية كأس فلسطين مسألة معلقة. يعني إحنا نتمنى حقيقة ونتضرع إلى العلي القدير أن يلهم الجميع الصواب، وأن ترفع يد الاحتلال الإسرائيلي عن الرياضة الفلسطينية، وبالتالي يعني نعيش. هل تفكرون اليوم بآليات مؤاليات معينة، التوجه للمحافل الدولية على سبيل المثال، أو الضغط عن طريق دول عربية أخرى من أجل يعني دعنا نقول في ظل هذا التطور والتوتر، التطور الرياضة الفلسطينية وكرة القدم والتوتر في المنطقة، هل تدرسون إمكانية التوجه إلى حلول أخرى من أجل حل هذه الأزمة وأزمات أخرى؟ يعني نحن دائما وسيادة اللواء جبريل الرجوب دائما عندما يزور الدول العربية وعندما يجتمع مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفنتينو ومع رئيس الاتحاد الآسيوي يتحدث في هذا الموضوع، الإجراءات الإسرائيلية بحق الرياضة الفلسطينية. لكن يبدو يعني أنا ما بدي أتحدث بالسياسة، لكن يبدو أن الحكومة الإسرائيلية يعني لا زالت تضغط على شعبنا وعلى رياضتنا حتى وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. أوري، يعني عندما نستمع إلى أقوال السيد عمر بالمقابل نشاهد هناك تعاطف على الأقل في المدرجات، تحدثنا بالسابق يعني هنا عن هذه في هذه الطاولة عن قضية التعاطف الجزائر مع المنتخب الفلسطيني وقضية فلسطين، بالمقابل عندما تمت القرعة وأيضا لقاء بين الفريق المغربي وهلال القدس تشجيع مغربي واضح، يعني كيف نصف مثل هذه الأجواء في ظل هذا التوتر؟ ولربما أيضا ستكون مرة هناك نقاش آخر حول استضافة الفريق المغربي ودخول المعابر الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية، وتحديدا مرة أخرى قضية التطبيع وليس التطبيع، مشاكل تواجه الكرة الفلسطينية. أكيد، بس أنا بشوف هذا كمشاكل، هذا بشوف هذا كفور. كل العلاقات بين الكرة الفلسطينية والكرة الجزائرية شيء إيجابي جدا، كل العلاقات بين الكرة الفلسطينية والكرة المغربية شيء إيجابي جدا، وإن في فرصة لتكبير التمويل للكرة الفلسطينية من وجهات بين فرق فلسطيني لفرق عربي من الجمهور الإسرائيلي، ممكن هذا أحلى فرصة مشان الكرة الفلسطينية يبحث التمويل، يبحث سبونسورات جديدة. وتشوف فلنتذكر ما تزال الدوري الفلسطيني مشهد شاب وجديد، وبعد تقدم التطور في الفترة الأولى الآن في حاجة للذهاب إلى المرحلة الثانية، تطوير احترافي بدون تمويل. ليس فقط تطوير احترافي، باعتقادي أيضا يجب، وهنا السؤال أيضا أتوجه للسيد عمر، لربما أيضا ليس فقط تطوير احترافي، هل حان الوقت أيضا لبناء منشآت رياضية ممتازة على الأقل من أجل تطوير الكرة الفلسطينية أكثر فأكثر؟ عندما نستمع إلى أو نشاهد في الفترة الأخيرة تطور ملحوظ للمنتخب للأندية الفلسطينية. يعني يا صديقي، المنشآت الرياضية بدها فلوس، والمنشآت الرياضية الكثير منها متعطل أو معطل بسبب الإجراءات الإسرائيلية. يعني إحنا اليوم إذا بدنا ندخل كرة قدم تخضع للإجراءات الإسرائيلية وممكن لا تدخل، إذا بدأ يعني إلنا كاتحاد كرة القدم العديد من المعدات موجودة عند الجانب الإسرائيلي ومش سامحين إنهم يدخلوا. إن حتى الفيفا يعني أقرت إقامة العديد من المنشآت والتمويل الموجود، لكن السلطات الإسرائيلية ترفضها التنفيذ.
نعم السيد عمر الجعفري، طبعا يطول الحديث عن كل التطورات ونحن نترقب ماذا سيحدث من قرارات على ضوء كل الأموال المقاصة وأيضا الأزمة المالية التي تعصف ليس فقط السلطة الفلسطينية ما أيضا قطاعات أخرى منها الرياضة. شكرا جزيلا لك، حدثتنا من مدينة رام الله وأيضا من مدينة القدس. كان معنا الصحفي أوري ليفي، شكرا جزيلا لك.